السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة الثامنة والتي نبدأها بالعناوين. الوزير الأول يشيد بعمق العلاقات التاريخية الجزائرية الصينية ويؤكد أن البلدين سينتصران معا على جائحة كورونا، لدى إشرافه على استلام هبة صينية من المساعدة الطبية ووسائل الحماية من الفيروس على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. نواب الشعب يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع قانون العقوبات. ووزير العدل يؤكد أن المشروعين يعززان المنظومة القانونية لمواجهة الأزمات. 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، والحصيلة الإجمالية 2910 حالات مؤكدة، وارتفاع الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1204 حالات، وتسجيل 10 وفيات جديدة. وزير المالية يتفقد مدى تجسيد الإجراءات والتسهيلات الجمركية في عمليات استيراد المواد الأولية الموجهة لصناعة الأدوية والتجهيزات الطبية. وبالموانئ الجافة برويبة حركية دؤوب لتسريع إجراءات الجمركة. وزير الطاقة يؤكد أن أسعار النفط ستعرف انتعاشا تدريجيا في السداس الثاني بالتوازي مع رفع إجراءات الحجر الصحي. والتزام صارم بالإجراءات الوقائية بمختلف الوحدات الإنتاجية لسوناتراك بحاسم سعود. التلفزيون الجزائري يرافق العائلات الجزائرية بشبكة برامجية متنوعة وثرية خلال شهر رمضان. وضمن مسار العصرنة والرقمنة إطلاق بث القناة السادسة بتقنية الHD. بداية وتوطيدا للعلاقة التاريخية التي تجمع الجزائر والصين وترسيخا لقيم التضامن والتعاون بين البلدين، أشرف سهرة أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد بمطار هواري بمدينة الدولي على استلام هبة صينية جديدة بحوالي 20 طنا تضم وسائل طبية ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا وأطقما للكشف عن الوباء وكذا أجهزة للتنفس الاصطناعي. الهبة نقلت من بكين إلى الجزائر على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي التي أبانت عن احترافية وروح مسؤولية عالية لخدمة الشعب في مثل هذه الظروف. المتابعة لطه بليدي. على جناح طائر ترسو الإليوشين 76 التابعة للقوات الجوية الجزائرية وتفرد أجنحتها مؤكدة عمق وعراقة العلاقات بين الجزائر والصين. الطائرة حملت شحنة تقدر بعشرين طن من المساعدات الطبية ومعدات المكافحة والحماية من فيروس الكوفيد-19. الوزير الأول عبد العزيز جراد أشرف شخصيا على استقبال الطاقم وتسلم المساعدات، وكان مرفوقا بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية لطفي بن بحمد وسفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر. كلمات الوزير الأول عبد العزيز جراد حملت تقديرا وعرفانا بهذا التجسيد الميداني للعلاقات بين البلدين. هذه مناسبة طيبة سعادة السفير أن أعبر لكم على شكري بهذا المساهمة الصينية، وخاصة مساهمة من طرف الوزير الأول الصيني عندما تكلمت معه في الهاتف، أراد أن يبرهن بأن الحكومة الصينية تكن كل احترام والتقدير للحكومة الجزائرية ومن خلال الحكومة الجزائرية للشعب الجزائري. لذلك أريد أن تقدم تشكراتي وتمنياتي للسيد الوزير الأول وللحكومة
الصينية على هذا العمل الجبار لمساعدتنا لمحاربة هذا الوباء. وأكيد أننا معا سننتصر على هذا الظاهرة، وما هي إلا مرحلة في المسار العلاقات بين بلدينا، علاقات متميزة لها ماضي مجيد ولها حاضر متين ولها مستقبل مشرق. لذلك أريد بهذه المناسبة أن أطلب منكم تبليغ برسالة كتابية للسيد الوزير الأول بالاحترام والتقدير، تقديري الشخصي لشخصه، وتحية قوية للسيد رئيس الجمهورية، للسيد رئيس الجمهورية للجمهورية الشعبية الصينية، وتحية صادقة باسم الشعب الجزائري للشعب الصيني العظيم. شكرا وألف شكر. تفضل. شكرا. سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر قال إن العلاقات بين البلدين مثالية ونموذج يحتذى به في العلاقات الدولية. إن الصين والجزائر وإنهما دائما تساعد بعض لبعض وتساند بعض لبعض وتشارك في سراء وضراء بعض لبعض كأخوين عزيزين وصديقين حميمين وشركين الموثوقين. الفارق الزمني الذي يفوق 7 ساعات ومسافة الرحلة التي تفوق 10,000 كيلومتر لم تثني هؤلاء الصقور من القوات الجوية الجزائرية في الاضطلاع بالمهمة على أكمل وجه. قمنا بوضع طاقمين في الطائرة وكذلك تقسيم الرحلة إلى 4 مراحل. هذه المراحل وهي الجزائر كازان هو مطار متواجد في روسيا، كازان بيجين، ثم العودة على نفس المسار. اجتمعنا في أسطول الجوي 7 تحت إشراف قيادة الأسطول الجوي 7. تعرفنا على الأحوال الجوية، على المطارات لكي نتزود بالوقود، ودرسنا مطار موسكو ومطار بكين ومطار كازان كل وعلى الأوقات مع حساب الوقود الذي يكفينا لأداء هذه المهمة. الرحلة هذه ما كانتش سهلة على خاطر ظروف تاعها جات صعيبة شوية، المسافة بعيدة، الوقت قصير، احنا كانت قدامنا مهمة لازم تخلص رابيدمون. بصح احنا هذه الخدمة ماهيش جديدة علينا وماشي جديدة على المؤسسة العسكرية وماشي جديدة على القوات الجوية. الخدمة هذه الحاجة الجديدة اللي فيها انها جات في ظروف صعبة، والظروف الصعبة هذه راهي تفوت عليها البلاد كاملة ويفوت عليها قطاعات بزاف. خط العلاقة ما بين الجزائر وبكين يقطع فصلا جديدا وآفاقا أرحب بهذا المستوى من التعاون. برلمانيا تراس اليوم صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة اجتماعا لمكتب المجلس موسعا إلى رؤساء المجموعات البرلمانية خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعادل والمتمم المتضمن قانون العقوبات. وقد تقرر خلال الاجتماع اعتماد آلية التصويت على المشروعين مع المناقشة المحدودة.
برلمانيا دائما عرض اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماطي أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات. مشروع القانون الذي يندرج في إطار وضع منظومة تشريعية ذات طابع جزائي تهدف إلى تجريم جميع أشكال العنصرية والجهوية وكذا الخطاب المحرض على الكراهية والأشكال الجديدة للإجرام التي تعرف انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة وباتت تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا. وعقب هذا العرض الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ناقش أعضاء اللجنة الأحكام التي تضمنهما المشروعان وطرحوا جملة من الأسئلة والانشغالات. هذا وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. زكريا مهوبي. التصويت على مشروعي القانونين جرى في ظروف استثنائية فرضها تفشي فيروس كورونا، حيث لجأ المجلس إلى العمل لأول مرة في تاريخه بالمادة 36 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين المجلس والحكومة، حيث اكتفى بعرض وزير العدل حافظ الأختام للمشروعين وعرض تقريري لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فتم تصويت بالمناقشة المحدودة. يكتسي النصان أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا ومجتمعنا، ومن المنتظر أن يكون لهما أثر مباشر على أخلاقة الحياة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية. التصويت تم بعد رفع الجلسة لمدة 4 ساعات وفقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في مثل هذه الحالات. مشروعين يكتسيان طابعا استعجاليا، وفي هذا الإطار فإن مكتب المجلس قرر قبول طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتضمن دراسة المشروعين والتصويت عليهما وفقا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 التي تنص على التصويت مع المناقشة المحدودة. ونظرا للطابع الاستعجالي لمشروعي القانونين سيرفعان في أقرب الآجال للغرفة العليا للبرلمان مجلس الأمة. عرض اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد استراتيجية الجزائر في مكافحة وباء كورونا أمام وزراء الصحة الأفارقة في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. اللقاء الذي أشرفت عليه المديرة الجهوية لمنظمة الصحة العالمية كان مناسبة للأفارقة لتبادل التجارب والخبرات في مكافحة الأوبئة. وبتقنية التواصل المرئي عن بعد التقى اليوم وزير الصحة أيضا رفقة أعضاء المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا مديري المصالح الاستشفائية عبر الوطن، حيث تم استعراض الوضع الصحي في البلاد ومستجدات تطور الوضعية الوبائية. بن بوزيد أثنى على جهود الأطقم الطبية حثا إياهم على مضاعفة هذه الجهود لحصر الوباء. كل يوم عندنا عبر فيديو كونفيرانس، أمس اليوم مع زملائنا داخل الوطن في رقان في أدرار في بليدة في بوفريك تكلموا معهم يعطونا آرائهم يعطونا تجربتهم يكلموا على المشاكل، وبالطبع فيه تبادل الآراء وتبادل الخبرة مع الزملاء للمجلس العلمي. هذا يفيدنا كثير، يفيدنا احنا حقيقة لنعرف عبر هذه الطريقة كل ما يجرى في الميدان ونصحح أمورنا ونصحح أمورهم ونعلم ما يجرى في ذاك المكان. في مستجدات الوضع الصحي سجلت اليوم 99 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 2910 حالات مؤكدة، في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم حيث بلغ 1204 حالات، فيما سجلت 10 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للوفيات 402 رحمهم الله جميعا. وهذا
حسب ما أعلنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار. فيما يخص الحالات المؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 99 حالة جديدة، علما أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة الماضية. 19 ولاية سجلت ما بين حالة وثلاث حالات، 8 ولايات سجلت أكثر من 4 حالات، وبهذا يصبح العدد الإجمالي 2910 حالة موزعة عبر 47 ولاية، منها 70% تم تسجيلها عبر 10 ولايات. وتجدر الإشارة أن ولاية أدرار، تيارت، قسنطينة وصطيف سجلت أكبر عدد الحالات خلال 24 ساعة الماضية، وهذا لعدم الالتزام بشروط الحجر الصحي. 29% من الحالات يبلغون من العمر ما بين 25 و 60 سنة، و 37% يبلغون من العمر ما بين 60 سنة فما فوق. فيما يخص الوفيات، خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 10 وفيات جديدة، بهذا يصبح العدد الإجمالي الوفيات 402، و 64.2% من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق. فيما يخص الحالات تحت العلاج، عددها 4852 وتشمل 1742 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري، و 3110 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة والسكانر. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، عددها 1204، منها 52 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء، نلاحظ أن 28 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة. أشادت منظمة الأمم المتحدة بالتدابير الشجاعة التي اتخذتها الجزائر في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وهذا منذ الإعلان عن أول حالة مؤكدة من خلال فرض الحجر الصحي الكلي أو الجزئي عبر كامل التراب الوطني، والذي اعتبره المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفاست الوسيلة الأكثر نجاعة للحد من انتشار الفيروس، مشيدا بمخطط التصدي لخطر وباء كوفيد-19 والذي أعدته وزارة الصحة، الذي يقوم على مراقبة الوباء والتكفل بالحالات المشبوهة وآليات التكفل بالمرضى والتشخيص والحماية، وكذا تدابير النظافة وإجراءات الرصد. أوفرفاست الذي ذكر بالتدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى روح التضامن والالتزام التي يتحلى بها المجتمع المدني بحملات تضامنية لفائدة الفئات المتضررة من الأزمة الصحية، أشاد بجهود موظفي الصفوف الأولى لمجابهة الوباء من أجل تخفيف معاناة المرضى وطمأنة الأشخاص المصابين بالفيروس وعائلاتهم ونشر الأخبار الصحيحة لوسائل الإعلام. هذا ونتائج جهود الأطقم الطبية جلية في الميدان من خلال ارتفاع عدد الحالات المتماثلة للشفاء بعد إخضاعها لبروتوكول العلاج بالكلوروكين. نسيمة يعقوبي رصدت لنا جهود أبطال الصفوف الأولى بالمؤسسة الاستشفائية جيلالي بالخنشير ببيرتراريا بالعاصمة. هنا بمستشفى بيطراريا بالعاصمة حالات بعد إصابتها بفيروس كورونا، هي اليوم تتعافى وأخرى تستجيب شيئا فشيئا للعلاج. بديت نحس روحي بيان، بداو يروحوا بشوية، ما عادت كحتاجني الأعراض الأخرانيين، جاني الشم وليت نشم ونستبن. بديت نشرب دواء واحد خمس أيام ومن بعد راحت لي الحمى، راح لي كلش، حسيت روحي مليح. راحوا لي قايت الاعراض. لو كونفينمون جو في كونتينيي شي مو كيما نو داري، ما نلعبش، عندي ولادي توحشتهم ما نقدرش. ان شاء الله الله يحفظك. الحمد لله راني في نعمه والله، غير ما عندي ما نقول لك. تحاليل مخبرية منتظمة ومراقبة صحية مكثفة لهؤلاء لتتبع مدى تفاعل هذه الحالات مع العلاج. نديرهم شاك 3 جور، لو 3ييم جور، لو 7ييم جور، و لو 10ييم جور، باش نشوفوا المريض لا تحسن ولا لا. هي حالات تماثلت للشفاء،
فماذا عن خطوة ما بعد خروج هؤلاء من المستشفى؟ فهل هناك إجراءات احترازية ووقائية وجب اتباعها بعد العلاج؟ احنا نتأكدوا من الشفاء تاعهم النهائي عن طريق لا بي سي ار. بالصح بالرغم من ذلك لازم يلتزموا بالحجر الصحي كجميع المواطنين الآخرين حتى يرفع نهائي. هذا شيء مهم لأنه ممكن يعني لو يخرجوا ممكن يمرضوا أمراض أخرى، يصابوا ماهوش فقط الفيروس تاع الكوفيد، كاين فيروسات أخرى، كاين دي بكتيريا أخرى اللي يقدروا يصابوا بهم. احنا نطالبوهم في فترة النقاهة هذه ماذا بينا يبقوا في بيوتهم. العلاج لأيام يتبعه إلزاما حجر صحي لأيام أخرى. وهو كذلك نسيمة. شارك اليوم وزير المالية عبد الرحمن راوية في اجتماع لوزراء المالية والمحافظين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور مديرة صندوق النقد الدولي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. الاجتماع الذي تطرق إلى تداعيات أزمة كورونا ماليا واقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان فرصة لبحث الأولويات الاستراتيجية لمجابهة هذا الوباء. وبالمناسبة استعرض راوية التدابير التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، داعيا إلى تنسيق الجهود وتعميق المشاورات لتحديد إنعاش الاقتصاديات الوطنية عبر الأزمة بعد الأزمة. وضمن جهود مجابهة تفشي فيروس كورونا تم إقرار تسهيلات جمركية كبيرة على مستوى الموانئ والمطارات لعمليات استيراد المواد الأولية الموجهة لصناعة الأدوية والتجهيزات الطبية، وقف عند مدى تجسيدها بميناء الجزائر وبالمطار الدولي وزير المالية عبد الرحمن راوية. المتابعة لحرية جرجر. دفع وباء كورونا بضرورة تجنيد كل القطاعات في تكامل وانسجام قصد الاستجابة لمتطلبات الظرف وما يستلزمه من وسائل، خاصة ما تعلق بالمواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية. مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين تقدم التسهيلات اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين ولوكلاء العبور المعتمدين لتسهيل إجراءات الجمركة. كاين تعليمات كونسيرن هادو لي برودوي ميديكال، هذاك صح، هادو سي دي ماتيريال بور بيرفيزيون، دونك كي يخرجوا من يروح ديريكتومون لي زوبيتو. هذا شكون جابو هذايا؟ هذا جابو خاص، انسان خاص، يعني ان بورتاتور بريفي، دونك مستثمر تجاري. خلينا يعني باش نشوفوا كيفاش عاون الجمارك راهم يتعاملوا مع هذا في هذه المرحله هذه. وطبعا باش نجي نشجعهم ونعطيهم يعني كل يعني الأشياء اللي يمكن باش نقدموها لهم في هذه الظروف هذه صعبة، باش نسهلوا لكل المتعاملين الاقتصاديين والكثرة منهم في القطاع الصحي، باش تكون يعني التسهيلات جاهزة. وبالنظر إلى التداعيات الاقتصادية السلبية لكوفيد 19 على المؤسسات الاقتصادية، أكد راوية أنه سيجتمع بممثلي أرباب العمل والشريك الاجتماعي للنظر في هذه الوضعية. وعبر الموانئ الجافة برويبة حركية وديناميكية كبيرة لتسريع إجراءات الجمركة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة. فؤاد أحماني. تسريع في إجراءات إخراج الحاويات من الموانئ الجافة تماشيا والظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا. إدارة الجمارك أثناء رسو البواخر على مستوى الميناء العاصمة يتم تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك لدى الميناء لجلب هذه المواد كما قلنا الطبية والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، يتم جلبها بأقصى سرعة إلى الميناء الجاف ويتم تمريرها مباشرة عبر جهاز سكادر وجمركتها في مدة سريعة. راحة كبيرة من عند الجمارك، الحمد لله هما عاونونا سورتو في هاد لابيريود اللي فيها الوباء هذايا. بين لا فيزيت وليكيداسيون مع لي زانسبيكتور ولا ليفريزون باش تخرج السلعة ديالك، راه الحمد لله. هذه التدابير الجديدة من إدارة الجمارك تمس خاصة المواد الصيدلانية والمواد الغذائية الأساسية. بموجب تعهد، هذا التعهد يقدمه المصرح لدى الجمارك لدى مصالحنا، يكتتب تعهد يلتزم فيه بتسوية ملف الجمركة في مدة أقصاها 8 أيام. طبقا للتعليمات زدنا في الأعوان في الإجراءات، تكون تسهيل الإجراءات وكذلك تسريع لا ليبراسيون دو لا مارشانديز.
تسريع إجراءات الجمركة وفحص البضائع في مدة أقصاها 24 ساعة، ترافقها تطبيق لأعلى معايير الوقاية مع استحداث خلية للمتابعة النفسية والصحية لأعوان الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين على السواء. دعا اليوم وزير الطاقة محمد عرقاب خلال إشرافه على تنصيب نديل رشيد رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات، دعا السلطة إلى تكثيف الجهود لحسن تنظيم المنافسة، مؤكدا على أدوارها المهمة في تشجيع تطوير الصناعات التحويلية وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام من خلال تقديم الاستشارات والتحفيزات اللازمة للشركات. كما تعلمون فإن سلطة ضبط المحروقات تؤدي دوراً هاماً في مراقبة والتنظيم الأنشطة المتعلقة بقطاع المحروقات، وكذلك المسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية والبيئية، وهي مكلفة بدراسة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها. ان شاء الله مع لايراش نتموا باسكو سيتان ترافايك، يعني هذه خدمه بدات ديجا حنا نكملوها ان شاء الله. نهضروا على لا ترانزيسيون انرجيتيك، الانتقال الطاقوي. بدينا في هذا المجال كونسيرنون سير غاز، ان شاء الله نكملوا في دعم تحويل لو بارك ناسيونال، الحظيره الوطنيه للسيارات. وانا نقول اليوم الحظيره الوطنيه للسيارات والحظيره الوطنيه للشاحنات. هذا وابدى وزير الطاقه محمد عرقاب عقب مراسم تنصيب الرئيس الجديد لسلطه ضبط المحروقات، ابدى تفاؤله بشان اسعار النفط التي ستعرف انتعاشا تدريجيا في السداس الثاني بالتوازي مع رفع اجراءات الحجر الصحي. ان شاء الله احنا متفائلين، أننا متأكدين ومتفائلين، لأن في تقارير تعطينا يعني بخبرة بدقة أن في السداس الثاني راح يكون انتعاش، راح يكون انتعاش، أكيد راح يكون تدريجي لكن راح يكون انتعاش. يعني هاد لي ميزور دو كونفينمون، هاد الإجراءات تاع الحظر عندما نرفعوها راح كل النشاطات ترجع بسرعة بسرعة، فلهذا لازم نحضروا أنفسنا وسنطرت في الخطة اللي وضعتها محضرين أنفسهم لما بعد لو كونفينمون. وقف رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار بحاسم سعود عند ظروف الحجر الصحي لعمال الوحدات الإنتاجية ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا. عيسى تومي. وقف الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار بحاسم سعود على ظروف الحجر الصحي لعمال الوحدات الانتاجيه بقاعده الحياه. ما كونديسيون لهنا راه ملاح. ما شاء الله. ما شاء الله عندكم انتم لي مويان نيسيسار. ما تقلقوش. توتي بيان. من لاكوي، من لا ريسيبسيون، لا نوريتور، لي شامبر، لي طاد بروبريتي تاع لا شامبر. توتي بيان. سوناتراك من اول ظهور الحالات الاولى قمنا باتخاذ اجراءات استثنائيه لصالح العمال للحفاظ على الصحه تاع العمال. كما نحافظ على الصحه تاع العمال نحافظ على الصحه تاع الاسر تاع العمال، نحافظ على الانتاج اللي هو في الظرف الحالي امر ضروري للبلاد. درنا على المستوى المركزي تم تنصيب خلايا ازمه ممثله بنقابات العمال في كل النشاطات ووحدات سوناتراك، وذلك للحصول على معلومات صحيحة واتخاذ الحلول اللازمة. وأشاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك بمهارة المهندسين والشركات التابعة للمجمع والقدرة على التحكم في حادث تسرب الغاز ببئر أمدي 244 قبل أيام. بينتوا على المهارة نتاعكم، بينتوا على التقنية نتاعكم، بينتوا على التحكم في كل العمليات اللي كنا نستعينوا بشركات أجنبية. اليوم الحمد لله عملية كما صعبة هذه تحكمتوا فيها 100%، يعني بكل بالتقنية تاع بفضل المهندسين وبفضل الإطارات تاع سوناتراك والشركات اللي تابعة سوناتراك. وجدد توفيق حكار التزام مجمع سوناتراك بمعية الشريك الاجتماعي الوقوف مع العمال والاستماع لانشغالاتهم في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد جراء هذه الجائحة.
شدد بيان مشترك لرئيس سلطة الضبط السمعي البصري ووزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عشية حلول شهر رمضان الفضيل على ضرورة احترام مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية لأداب وأخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد المهنية مع عدم الانزلاق وراء الربح المادي ونسبة المشاهدة وتفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أشكاله وأنواعه وأيضا احترام المرجعية الدينية والوطنية وعدم المساس بحرمة وقداسة رمضان. وذكر البيان الذي يأتي عقب تعذر إجراء لقاء التوعية مع قطاع السمعي البصري تحضيرا للشبكات البرامجية لشهر رمضان المعظم بسبب الأوضاع الصحية التي تعيشها الجزائر جراء وباء كورونا. ذكر بتوصية خاصة بالوضع الصحي في الجزائر التي أصدرها بشأن التغطية الإعلامية مثمنا المجهودات التي قامت بها القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة والقنوات الإذاعية في مرافقة جهود الدولة في محاربتها لوباء كورونا، وكذا الشجاعة والمهنية لرجال ونساء قطاع الصحة في مجابهة هذا الوباء القاتل. وأشار البيان إلى أن بعث وتفعيل نشاط سلطة الضبط مرهون بتحسن الوضع الصحي في البلاد وتحيين المنظومة القانونية بما يتماشى والتصور الجديد لجزائر جديدة. كما نبهت سلطة الضبط السمعي البصري إلى التحلي بالمزيد من الانضباط واحترام القوانين ونشر الوعي الخاص بالتزام المواطنين بالتوجيهات والإرشادات للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار وأسرع وقت ممكن. والتلفزيون الجزائري يعد الجمهور الكريم بشبكة برامجية خلال شهر رمضان الفضيل تلبي كل الأذواق والشرائح. تقول حنان براوي. ولا بأمن بهالقصص كلها. للتلفزيون الجزائري تقاليده الخاصة بحلول الشهر الفضيل، إذ تسخر الشبكة البرامجية لهذا العام ببرامج متنوعة تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة الوجوه الفنية الجزائرية والعربية والتركية. فرمضان يقربنا. شبكة متنوعة انجزناها خصيصا باش الناس يقعدوا في البيوت ونرافقهم من في الداخل. في شبكة برامجية هذه فيها مجمل الأعمال، فيها بالتنوع تاعها حسب النوع وحسب الفئات، يعني الفئات اللي قاعدة في البيت. قلب الجزائر. مضمون هذه البرامج يتبعها التميز والتفرد، سعيا من التلفزيون إلى تكريس علاقته بجمهور ذواق من المشاهدين. عندنا برامج دينية، عندنا برامج أطفال، عندنا مسلسلات، عندنا سيت كوم للترفيه، عندنا برامج من إنتاج المؤسسة، وعندنا أفلام وبرامج رياضية. المحطات الجهوية هي الأخرى كانت لها قطوفها في هذه الباقة. طبعا أشركنا المحطات، فقسمتينا ووهرا ورقلة وبشار عاملين أعمال، أيضا أعمال دينية وأعمال درامية وكذلك برامج اجتماعية. مع إطلالة الشهر الفضيل يتطلع التلفزيون الجزائري لتلبية رغبات المشاهدين باختلاف شرائحهم مكرسا منهجية الإبداع والجذب. فرمضان كريم. إذن التغطية كانت لزميلة حنان بوريو. مكسب جديد لصالح جمهور التلفزيون الجزائري يندرج في إطار مسار العصرنة والرقمنة، إذ أشرف المدير العام للتلفزيون أحمد بن صبان رفقة المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي سعيد بوجمادي على إطلاق بث القناة السادسة بتقنية التردد عالي الدقة الـHD. نادية سلطاني. مواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع السمع البصري واستجابة للرهانات التي يفرضها التطور التكنولوجي، يأتي انطلاق بث القناة الجزائرية السادسة بتقنية التردد العالي HD. القناة تعد نقلة نوعية في خدمة المشاهد. ترددات القناة على النصات هي نفسها ترددات السابقة اللي هي 11680 بمعدل ترميز 27500 وباستقطاب أفقي. لذا نرجو من المشاهدين الكرام البحث على أجهزة الاستقبال الفرق بين القنوات الأسدي ستاندرد ديفينيشن والأشدي، هي نوعية الصوت الصورة. في التقنية HD تكون جودة في الصوت وجودة في الصورة، يعني حنلاحظوا تغير إن شاء الله في نوعية الصوت والصورة إن شاء الله.
التحكم في استخدام التقنيات الحديثة للبث يرجع الفضل فيه إلى كفاءة وخبرة المهندسين والتقنيين الذين يسهرون على إيصال صورة وصوت أكثر وضوحاً ودقة. التقنيين هم مشكورين من مؤسستين عملوا مجهودات حتى يحسنوا جودة هذه الإشارة، والحمد لله وصلنا اليوم بإطلاق بث قناة هذه السادسة، قناة التلفزيون الجزائري بتقنية عالية الدقة HD. الارتقاء بالمضمون الإعلامي وتحسين جودة الصورة رهان ترفعه المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تلبية لذوق المشاهد. أكد اليوم وزير التجارة كمال الرزيق والفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري خلال إشرافهما على اجتماع تنسيقي مشترك حول برنامج ضبط السوق خلال شهر رمضان المعظم. أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية، حيث تم بالمناسبة إعطاء إشارة انطلاق أكبر قافلة تضامنية خاصة بولاية الجزائر. حنان بوريو ثانية. الاجتماع جاء تتويجا لسلسلة لقاءات تنسيقية عقدت بين وزارتي التجارة والفلاحة من أجل السهر على استقرار الأسعار وتوفير المواد الاستهلاكية. الرسالة الأولى هي للمستهلك الجزائري، نتمنى منه أن يضبط سلوكاته الاستهلاكية. النداء الثاني نوجهه لإخواننا التجار، نطلب منهم، يعني لا أقول كل تجار، أما جزء من التجار الذين يريد أن يستغل هذه الظروف وهذا الشهر من أجل المضاربة، نذكره بحزم الدولة منذ شهر. وزير الفلاحة أكد وفرة كل المنتجات الفلاحية خلال الشهر الفضيل. منذ يعني بداية شهر رمضان حتى نهاية شهر رمضان، المنتوج تاع الخضر والفواكه منتوج يعني وفير ما شاء الله، أكثر من 18 مليون قنطار ما بين خضر وفواكه تنتج في هاد الايام تاع رمضان. شهر رمضان هذا يعني يكون فيه جني تاع كميات كبيره اللي تفوت يعني الطلب العادي في شهر عادي، وهذا ما يخلينا مرتاحين. بالمناسبه تم اطلاق اكبر قافله تضامنيه على المستوى الوطني خصصت لولايه الجزائر. القافله متكونه من اكثر من 40 شاحنه بما فيها 5 شاحنات مقطورة يعني سيمي روموك، حجمها حوالي 350 أو أكثر طن من مختلف المواد الاستهلاكية وبعض مواد التنظيف. كل هذه التحضيرات والإجراءات تهدف إلى مرافقة المواطن والتكفل بانشغالته في هذه الظروف الاستثنائية. وإلى البليدة، حيث وصلت الإعانة من عديد الولايات وسيتم التكفل بتنظيم توزيعها وفقا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. عمر بعلي. قرابة 200 طن من مختلف المواد واسعة الاستهلاك توزع على أزيد من 93 ألف عائلة قصد سد حاجياتهم اليومية، خصوصا العائلة المعوزة منها. كنا نشتغل بمنهجية مفادها أنه لما تكون قافلة تضامنية تأتينا من أي ولاية نقوم يعني بتوزيع هذه المواد يعني بسرعة دون انتظار، يعني تجميع باقي المواد الغذائية، ولكن في إطار التحضير لشهر رمضان الكريم نحن نعمل على مستوى المستودع الرئيسي للولاية بتحضير يعني بعض يعني المواد الغذائية تكون متكاملة، سوف يعني تشكل يعني إضافة حقيقية للعائلة البوليدية. تسهر مديرية التجارة على التحقق من جودة التبرعات التي شارك في جمعها 24 متعاملا اقتصاديا، ليكلف بعدها رؤساء البلديات بتوزيعها على مستحقها. وهذا التعاون يجي باش نديروا قفة رمضان لكل مواطن باش يستفيد منها، وإن شاء الله هذه القفة تكون قفة هائلة فيها كل المواد، وإن شاء الله تكون عندها فعالية تكون أكثر من 10 أيام. هذه المبادرة ومثلها من المبادرات تبرز مدى تضامن وتكافل الشعب الجزائري.
وفي غمرة جائحة كورونا تنوعت مظاهر التضامن والتكافل، حيث نظمت وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم حملة شملت موظفي وإطارات الوزارة وعلى رأسهم وزيرة القطاع نصيرة بن حراث والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ. العملية في إطار سلسلة العمليات التي قمنا بها لمكافحة كورونا فيروس كوفيد-19، واليوم فكرنا في الفئة اللي مشي هي من فئة ويعني من اللي محتاجة أكثر، محتاجة لتود بلاكيت، محتاجة للدم، ألا وهي الفئة فئة المرضى، مرضى اللي مرضى بالدم، اللي عندهم المرضى بالسرطان اللي خصهم لتود بلاكيت، اللي خصهم لتود سون. نحن بتبرعنا هذا نعبر عن تضامننا مع الشعب الجزائري ونوجه له رسالة أننا مستعدين أن نضحي بدمائنا من أجله ونحن في خدمته دائما، ونطلب من الله التوفيق وندعو جميع المواطنين الأصحاء إلى التبرع بالدم، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وضمن حملات التضامن دائما وتحت إشراف وزارة المشاهدين وذوي الحقوق، مساعدات وإعانات قدمتها كل من المنظمة الوطنية لأبناء المشاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في إطار عملية كوفيد-19. المزيد مع وهبة مزوج. سبع شاحنات معبأة بمواد غذائية متنوعة قدمتها منظمة أبناء المجاهدين بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق للعائلات المعوزة عشية الشهر الكريم. هذه المساعدات تم جمعها كما قلت من طرف أبناء وبنات المجاهدين من مجهوداتهم الخاصة، فيها أولا أكثر من 120 قطار فيما يتعلق بفارينا وسميد كما يقولوا بالعامية تاعنا، والطعام والعجائن بصفة عامة، ثم مواد غذائية مختلفة. تنظيمات أخرى حاضرة في هذا المسعى الوطني. جندت أكثر من 20 إطار من المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مالكي الفنادق والمؤسسات التحويلية التي يملكون يعني مصانع للتحويل يعني المواد الغذائية والفلاحة على مستوى أكثر من 15 ولاية. هي اللحمة الأخوية للشعب الجزائري التي تصنع أروع الصور في مثل هذه الظروف. في هبة تضامنية زود اليوم منتدى رؤساء المؤسسات مصالح الحماية المدنية ب15 جهاز تعقيم آلي تسمح بتطهير سيارات الإسعاف في ظرف قياسي لا يتجاوز 5 دقائق. وبمناسبة الشهر الفضيل سيوسع المنتدى دائرة المساعدات بإعانة آلاف العائلات المعوزة على المستوى الوطني. احنا اليوم رانا نتكاملوا، قوه المنتدى هي الاعضاء تاعو. اليوم عندنا حصلنا الشرف انه عندنا عضو هو الدكتور سلاطني يجهز 15 سياره اسعاف باجهزه يعني جد متطوره واوتوماتيكيه للتعقيم الاوتوماتيكي لهذو سيارات الاسعاف. يعني اليوم الحمد لله راحين نطلقوا عمليه جدا مهمه لتصنيع 10 ملايين لي ماسك هنا في الجزائر. هناك دائما جانب ايجابي الا هو الهبه التضامنيه التي تشهدها البلاد في مختلف الولايات، وهذا الدعم سوف يعطينا المزيد من القوه حتى يعني نقوم بعملنا في ظروف جيده وحسنه. ثمن شيخ الطريقة الجزولية العيسوية بالجزائر الحاج بومدين العابدين نيابة عن مريدي الطريقة ومحبيها ثمن قرر ترميم المساجد والزوايا. وعشية الشهر الفضيل دعا شيخ الطريقة المولى عز وجل أن يخفف عنا البلاء ويجعله بردا وسلاما على بلادنا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا. من جهته أشاد شيخ زاوية الشيخ سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلي الشيخ آل سيد الشيخ عبد القادر، أشاد بجهود الدولة في تسخير كل الطاقات والإمكانات لمحاربة وباء كوفيد-19، مغتنما الفرصة للتعبير عن أصدق التبريكات للأمة الجزائرية بحلول شهر رمضان المعظم.
أفاد بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه وإثر ما تداولته إحدى الجرائد الإلكترونية من معلومات حول المواد الغذائية بالمؤسسة العقابية بالحراج على خلفية ما يكون قد صرح به المحامي عبد الرحمن صالح ورغبة منها في تنوير الرأي العام حول الموضوع، توضح بأن مؤسسة الحراج كباقي المؤسسات العقابية عبر الوطن تضمن تقديم وجبات غذائية بصفة يومية منتظمة ومجانية لجميع المحبوسين متوازنة في مضمونها وتخضع لجميع معايير الرقابة الصحية وكذا النوعية التي يشرف عليها طاقم مختص. ويؤكد البيان أن هذه الوجبات نفسها يستهلكها طواقم المؤسسة من أعوان مستخدمين وإداريين، منوها إلى أن مؤسسة الحراج تتوفر على مخبزات داخلية تضمن تزويد حاجية المحبوسين والأعوان العاملين بها، كما تتوفر كباقي المؤسسات على محل للبيع يمكن لكل محبوس اقتناء بعض الحاجية الأخرى غير الأساسية في حدود 3000 دينار في الأسبوع، تصرف من حسابه المفتوح من قبل إدارة المؤسسة لدى الخزينة العمومية. وشدد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه كان على صاحب المقال وعملا بأخلاقيات مهنته التحري في مصداقية المعلومات. فندت اليوم المديرية العامة للأمن الوطني بصورة قطعية الادعاءات والتصريحات الكاذبة التي صدرت ضد إطارات وأعوان شرطة الحدود والتي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص عملية إجلاء المواطنين الفرنسيين والمقيمين على متن رحلات جوية خاصة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن عمليات الإجلاء تسير من قبل قنصلية الدولة المذكورة، وأن التسجيلات على قوائم شركة الخطوط الجوية الفرنسية تتم عبر الرسائل النصية القصيرة التي تتلقاها الشركة ذاتها على أرقامها الهاتفية في حسابها، ويتم حفظها من قبل المعنيين بالإجلاء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة. كما أكدت المديرية في بيانها أن الدخول إلى المنشأة المطارية للرحلات الخاصة بالخطوط الجوية الفرنسية غير مسموح إلا للأشخاص المسجلين فعليا في القوائم المتعلقة بتلك الوكالة للنقل الجوي، وأن مصالح شرطة الحدود التي سبق لها أن أضطرت عدة عمليات إجلاء خاصة بالأجانب والمقيمين نحو العديد من البلدان ليس لها أي مسؤولية في محاولة بعض المرشحين للإجلاء وغير المسجلين في قوائم الخطوط الجوية الفرنسية الدخول إلى المنشأة المطارية دون جدوى. نختم نشرتنا بالثقافة، حيث استعرضت اليوم وزيرة الثقافة ملكة بن دودة مقربة الجزائر في تفعيل النشاط الثقافي عبر العالم الافتراضي في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه منظمة اليونسكو عبر تقنية التحدث عن بعد. ملكة بن دودة قدمت بالمناسبة اقتراحات حول تفعيل الأدوار الثقافية في حياة الشعوب خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة. المزيد مع ملكة خليفة. هي الأولى من نوعها في تاريخ اليونسكو، حيث اجتمع اليوم افتراضيا أزيد من 140 وزيرا للثقافة. الوزراء عرضوا الإجراءات التي اتخذت والتي يجب اتخاذها معا بهدف التضامن الدولي للمحافظة على النشاط الثقافي. الجزائر عرضت بدورها الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمرافقة الفنانين المتضررين من الوباء. هناك العديد من الاقتراحات من بعض الدول الأعضاء، والجزائر بدورها طرف فعال من خلال هذا الفوروم. بن دودة قدمت اقتراحات وأراء حول تفعيل الأدوار الثقافية في حياة الشعوب في ظل تفشي فيروس كورونا. إلى التذكير بالعناوين. الوزير الأول يشيد بعمق العلاقة التاريخية الجزائرية الصينية ويؤكد أن البلدين سينتصران معا على جائحة كورونا، لدى إشرافه على استلام هبة صينية من المساعدات الطبية ووسائل الحماية من الفيروس على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. نواب الشعب يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع قانون العقوبات.
ووزير العدل يؤكد أن المشروعين يعززان المنظومة القانونية لمواجهة الأزمات. 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، والحصيلة الإجمالية 2910 حالات مؤكدة، وارتفاع الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1204 حالات، وتسجيل 10 وفيات جديدة. وزير المالية يتفقد مدى تجسيد الإجراءات والتسهيلات الجمركية في عمليات استيراد المواد الأولية المواجهة لصناعة الأدوية والتجهيزات الطبية. وبالموانئ الجافة برويبة حركية دؤوب لتسريع إجراءات الجمركة. وزير الطاقة يؤكد أن أسعار النفط ستعرف انتعاشا تدريجيا في السداس الثاني بالتوازي مع رفع إجراءات الحجر الصحي. والتزام صارم بالإجراءات الوقائية بمختلف الوحدات الإنتاجية لسوناتراك بحاسم سعود. وتابعتم في النشرة التلفزيون الجزائري يرافق العائلات الجزائرية بشبكة برامجية متنوعة وثرية خلال شهر رمضان. وضمن مسار العصرنة والرقمنة إطلاق بث القناة السادسة بتقنية الاتش دي. شكرا لكم على المتابعة، تبقى عناويننا الإلكترونية في خدمتكم، إلى اللقاء.